هكذا حدثنا هردشت. أمي زعلانة. أوصتني أمي وأنا أودعها قادما من حلب إلى دمشق أن أعتني بأخواتي البنات وأزواجهن وأولادهن القادمين في مناسبة فرح إلى الشام من أنحاء البلاد. غير أني لم أستطع فعل ذلك، عدت إلى البيت وأجلت بعض المواعيد التي كنت قد أبرمتها مع شقيقاتي، وفأس الموعد الأول وما قدرت روح لبيت أختي اللي بالشام حيث جميع الضيوف على قلبها يرزحون، وفي اليوم التالي فأس الموعد الثاني، ثم كنا لكل مواعيدنا التي أبرمناها معهن فاقسين، فالظروف كانت بتهوي وكنا بسبب فايتين بسابع حيط، ورجعنا كل إلى دارها، ويا دار ما دخلك شر، وزعل أولاد أختي أكثر شيء لأنه ما شفتهم، وأخواتي أخذنا على خاطرهن وبربرنا قليلا، بس مو مشكلة هدول أمور محلولة، بس المشكلة أمي. فجأة ما عاد سمعت صوت على الموبايل، وانتبهت إلى أنها أخذ موقف، مو بس أخذ موقف لا وزعلانة كمان. والتمن معروف، بتصل فيها وباكل بهدلة مدوزنة وموزونة مشان كمل مسيرتي التصالحية معه، وبعد البهدلة رح تجي تسكيرة التليفون بنص خلقتي، وبعدين لازم اتصل من جديد باليوم التالي وسوف لن ترد، فنتصل على الأرض ونفاجئها بصوتنا الرخيم الذي لم تتفاجأ به لأنها قرأت رقمي على الكاشف، وناكل البهدلة الثانية والمطالبات بالاعتذار من كل الشقيقات وعائلاتهن. نتصل بالشقيقات واحدة واحدة ونبوس الأيادي كي يتصلن بها ويجدن لنا الأعذار، بل وأن يسحبن زعلهن مني حتى إشعار آخر، فزعل ماما هلأ هو أهم شيء، وتهطل على أمي الاتصالات وتخلق من أجل المبررات، فأتصل في اليوم التالي وتبدأ المعاتبات، ثم تعود بيننا الاتصالات اليومية، بل وقل النصف يومية، وتبتسم الأخوات ويبتسم الجيران ويضحك الأولاد، وتبتسم أيضا شركتا الموبايل. عزيزي المشترك، شكرا لاتصالك بأمك كل يوم. هكذا حدثنا هردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.